على انغام كده كده يا زمالك الدوري في الجزيره. احتفلت جماهير النادي الاهلي بتعادل الجونه مع الزمالك، تعادل الجونه مع الزمالك اللي اخر مسيره الزمالك وقرب مسيره الدوري للنادي الاهلي. فرق 5 نقاط بين القطبين، فاضل جولتين. يوم الاربعاء هيكون الزمالك على موعد مع الاسماعيلي والاهلي مع موعد مع المقاولين، ثم يوم الاحد ان شاء الله ختام الدوري وختامه مسك ولقاء الاهلي والزمالك. نادي الزمالك وجمهوره بيسال مين السبب، واحنا على طول بنجاوب رئيس نادي الزمالك السبب. سؤال واضح واجابه واضحه. عايز اقول لكم ان معسكر الفريق، معسكر الزمالك، ما كانش المعسكر النموذجي، لانهم كل شويه يتفرجوا على برنامج الزمالك ويلاقوا رئيس نادي الزمالك بيتكلم على لعيب، يفضل الجدل والحوارات موجوده في المعسكر. في مباراة الجونة اللي كان فيها الزمالك متقدم بهدف وأضاع أكتر من هدف، واللي قدر الجونة يرجع بهدفين قبل ما الزمالك يتعادل في الدقيقة كام؟ ده بلس 90 بجد، دقيقة 96 و24 ثانية زيادة ربنا كرم فيهم الزمالك إنه يتعادل ويجيب الهدف الثاني علشان يبقى التحكيم عادل على الطرفين. ومن وجهة أي فرقة هيقولك التحكيم مش عادل معانا، لكن ندخل في المضمون. المضمون ان فرقة الجونة اللي ما كملتش اعدادها كانت افضل تكتيكيا، كانت افضل بدنيا من غير معسكرات ولا نروح برا مصر ولا نقعد في جزيرة ولا اي حاجة. وزي ما بقول لكم المعسكر كان فيه مشاكل كتيرة جدا. ليه كل وقت في السنة في التوقيت ده تلاقي مدرب كده محلل موجود في نادي الزمالك، مدرب موجود في التوقيت ده؟ عشان قصة الصفقات. جروس يجيب الكونفدرالية ويمشي، وقبله فيريرا يمشي بعد ما جاب دوري وكاس. القصة معروفة، الشهرين دول شهر الشغل والصفقات في الشهرين دول، ويجي أي مدرب يكمل وبعد كده برضه يمشي. المشكلة في نادي الزمالك معروفة، في إدارته، في رئيس النادي، في أمور صعبة جدا وهتفضل زي ما هي، لأن الزمالك دايما بيبقى عنده لعيبة كويسة. مين قال في شهر يناير والاهلي متزيل جدول البطوله والناس بتطلع تقولك الاهلي هيهبط للقسم الثاني؟ ده في شهر يناير. في شهر يناير النادي الاهلي بيعمل 10 صفقات وبيجيب لعيبه بتضيف لفرقته بعد ما كان فارق النقاط 11 نقطه. الدنيا بتتحول والاهلي بيعتلي صداره الدوري. في المقابل الزمالك عمل صفقتين، زيزو وبطيب، واستغنى عن كاسونجو، وبالتالي ما كانش فيه تفكير لان كله مستني الاسبوعين الاخرانيين بتاعت هات وخد وتبديل الصفقات واللعبه المشبوهه. لكن في النهايه الزمالك دفع الثمن، لكن الدوري خلص، الدوري لسه ما خلصش. جماهير بتحتفل في الاهلي، لكن الصراع بقى على المباراه الجايه، زمالك واسماعيلي، اهلي ومقاولين. الاهلي لو كسب المقاولين مبروك على النادي الاهلي البطوله. الضغط دلوقتي على عماد النحاس هيسيب المباراه للاهلي، هيفوت، ضغوط كبيره جدا، ونسيوا اللي المقاولين عملوا في الاهلي في الدور الاول. الامور واضحه جدا، الزمالك بيبحث عن مدير فني في التوقيت ده، وكده كده لو خالد جلال كان كمل وجاب الدوري اللي هو لسه بالورقه والقلم في امكانيه، كده كده ما كانش هيكمل، لان برضو بقول لكم تحفظوا الوقت ده في كل سنه وايه اللي بيحصل فيه. باختصار الزمالك عنده مشكله في ادارته الاداريه قبل الفنيه. اللعيبه اللي بيتضغط عليها بالشكل ده، اللعيبه اللي بتطلع تشتم بالشكل ده، اللعيبه اللي بتتعامل بهذا الاسلوب ده، لا يمكن يكون اسلوب منطقي ولا حديث رئيس الزمالك ولا شتمته اللي رايح واللي جاي، لا يمكن يكون برضه حديث منطقي. بعد كل ده جاي تدور على البطولات وتقول ليه الزمالك بيتاخر او بيتراجع بعد ما كان متقدم ب 11 نقطه وبعد ما كان متصدر؟ ده المشكلة الأكبر، إن الزمالك لو مصحيش الفترة الجاية كمان مش هيلعب في دوري الأبطال. ما تنسوش إن بيراميدز متقدم على الزمالك بنقطة، وبكده يحق له حتى هذه اللحظة إنه يشارك مع النادي الأهلي في بطولة دوري الأبطال. الزمالك كل حاجة بتضيع، في إدارة ضيعت كل حاجة.